شيري مجموعة واسعة من السيارات تشمل سيارات الركاب والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات والسيارات الكهربائية، كما توفر الشركة خدمات ما بعد البيع لضمان رضا العملاء. للحديث أكثر عن خدمة الشركة ومزايا سيارات شيري في العراق، نرحب بالمدير العام لشركة السراب الموزع الحصري لسيارات شيري في العراق الأستاذ ميخائيل سمعان. ميخائيل أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك. سعد صباحك. سعد صباحك. سعيدين بوجودك اليوم ويانا. سعد أكثر بوجودي معكم وقناتكم المميزة إن شاء الله. شكرا جزيلا. بالعادة شيري كثير من الأفراد داخل المجتمع العراقي هم يحبون أنه يسعدون سيارة شيري أو يقتنون سيارة شيري. شنو آخر الإصدارات، شنو آخر الأحداثيات اللي صارت على النسخ الحديثة لسيارات شيري؟ بالنسبة لشيري الحمد لله يعني حضرتك شفتي تطور كبير جدا في السيارات الصينية وخاصة شيري، انها بتواكب التطورات والتكنولوجيا الموجودة حاليا. يعني موديلات 21 لأعلى كل مدى السيارة فيها تطور أكثر والتكنولوجيا أعلى. احنا دلوقتي السيارات الحمد لله بالنسبة لسيارات شيري الموجودة في العراق يعني غطينا جميع الفئات أو تنوع لأذواق الشعب العراقي العظيم، من السيارات السيدان والسيوفي والسيارات اللي شبه الرياضية إن شاء الله. وعندنا من الفئتين أساسيتين من الشيري اللي هي التيجو والأريزو. التيجو عندنا الحمد لله اقتنينا بعض الموديلات المميزة جدا، تيجو 2 تو 4 والتيجو 7 والتيجو 8. وبالنسبه للاريزو عندنا الاريزو 5 والاريزو 6 والاريزو 8. احدث اصداراتنا كانت تقريبا من شهرين الاريزو 8، سياره يعني سيدان راقيه جدا مميزه جدا. بعدين جبنا ان شاء الله الحمد لله جبنا الاريزو 5. الاريزو 5 سياره اقتصاديه جدا 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 وسعرها من 15 مليون، تتناسب مع اي فئه موجوده في الشعب العراقي الحمد لله. وسياره مش بس السعر، لا احنا اقتنينا الكواليتي والضمان، 6 سنوات ضمان، وموفرين جميع المواد الاحتياطية الموجودة فيها. نعم، بالحديث عن الضمان، يعني كثير من الأشخاص يمكن يتخوفون من الضمان، أو شنو الأشياء اللي تخليهم يخرجون عن الضمان؟ لأن كثير من الأشخاص مثلا يجون يقولونهم لا هاي مش من ضمن الضمان، مو من ضمن الصيانة، فخلينا نتكلم أكثر عن هذا الموضوع. شوفي شيري الحمد لله يعني تغطي السيارة لما تقول ضمان، ضمان حقيقي 100%، لكن احنا بنطلب من جميع زبائننا اللي يكون الخدمة والسيرفيس والصيانة موجودة داخل الورش المتخصصة لينا. نعم. لأن احنا بنختار أنواع من الزيوت المعينة اللي هتتناسب مع الجو، تتناسب مع الكواليتي، بعض الفلاتر المميزة اللي هتكون أصلية، دي اللي بتكون متوفرة عندنا. لكن للأسف أي زبون هيغير زيوت بره احنا ما نعرفش عليها، هي دي المشكلة في الضمان فقط لا غير. فإنه خلاص إنه مجرد إنه يتم تغييرها خارج تبقى مشكلة طبعا، لأن احنا ما نعرفش إيه الكواليتي اللي تم فيها أو إيه التغيير. الضمان هو يشمل شنو الضمان؟ يعني جير الماكينة، الكربروسر، كل يعني الأجزاء الأساسية اللي فيها، ما عدا طبعا لا قدر الله اي صدام اي حادث، دي بتبقى فيها شيء مختلف طبعا خارج عن ارادتنا. لكن الضمان موفر متوفر. انشانا كمان مراكز الصيانه الحمد لله مهتمين بها جدا، اكثر من 9 مراكز صيانه بتغطي معظم محافظات العراق، واهتمامنا ان شاء الله في خلال 6 شهور الجايين نكون غطينا كل محافظات العراق ان شاء الله. نعم. مراكز الصيانه بالنسبه لنا شيء اساسي مهم جدا، لان احنا عارفين وعي المواطن العراقي قد ايه باهتمامه المواد الاحتياطيه، مراكز الصيانه وتكون متوفره في كل محافظه. حلو. وهذا اللي احنا نحب دائما نتحدث به، شنو هي الاصدارات اللي يحبها الفرد العراقي اللي انتم تلاحظون اقبال عليها داخل العراق؟ الحمد لله الفتره الاخيره طبعا كل الاقبال على السيارات الهايبرد والصديقه للبيئه. احنا الحمد لله وفرنا في خلال فتره قصيره جدا، احنا طبعا شركه السراب من تولت الوكاله الحصريه لشيري من نهايه 2021. من 2021 الحمد لله بدانا نغير في ونطور من جميع انواع السيارات وخاصه الصديقه للبيئه. في سيارات التيجو 7، التيجو هايبرد، ال7 والتيجو 7 والتيجو 8، الاثنين دول هايبرد. وفي ان شاء الله الحمد لله وصلت سياره التيجو 6، دي سياره راقيه جدا وكهربائيه 100%. دي ان شاء الله هيكون اطلاقها في الشهر التاسع في قريب ان شاء الله في المعرض الدولي للتكنولوجيا. نعم، هي من 1997 بدات طبعا شركه عريقه جدا شيري، وقاعد نشوف اكو تطور موجود. ولكن انا من الاشياء المهمه، هل هي ملائمه للطقس العراقي؟ وكذلك من اهميه الملائمه للطقس احنا لازم نتحدث عن المحرك مالت الشركه اللي هو اي سي اكتيكو. شوف حضرتك، احنا الحمد لله قبل ما نجيب السيارات لازم ندرس السوق نفسه والجو نفسه، عشان كده جميع سياراتنا
شيري مطابقة للمواصفات الخارجية لأعلى مواصفات. نعم. يعني احنا ما بنجيبش سيارات غير مطابقة لأي المواصفات، لازم تكون مطابقة للمواصفات. بالنسبة تتحمل الأجواء، تتحمل الجو، تحول لبعض المواصفات الموجودة داخل كل بلد. فعشان كده حضرتك ما فيش أي سيارة لشيري موجودة حاليا إلا وتكون معاها شهادة المطابقة المقيسة للمواصفات الخارجية الكاملة. نعم. ودي طبعا أعلى مواصفات موجودة حاليا. وإحنا شاهدنا حتى المحرك اللي أنتم يعني حتى واحد من يدخل لصفحة ويقرأ المعلومات طبعا. الشهادات موجودة. كل حضرتك طبعا شوفوا حضرتك شركة شيري زي ما حضرتك قلتي شركة عريقة انترناشونال، تحافظ على سمعتها أهم من أي شيء، يعني سمعية السيارة نفسها أو كواليتي اللي بتاع السيارة نفسها لازم يعني تكون ضمنها 100%. مش بس مجرد اللي هي الماكينة أو مجرد الجير أو الأجواء، لا، حتى في السيفتي المواصفات الأوروبية كاملة موجودة في سيارات شيري حاليا، من الإيرباج، من الاكسدام، من كل شيء متوفر لحماية الزبون في كل شيء. نعم، أكو تخوف من البعض بما يخص مكان التصنيع، انه يقولون دائما انه ما دام انه تكون بالصين فاحنا نتخوف انه هي تكون ما ملائمه للطقس بالعراق او ما تلائم الاحتياج في شوارع العراق بشكل عام. شنو تصحيحكم لهذا؟ تصحيح حضرتك يعني شوفي انا قلت لحضرتك مش العيب ان يكون في بدايه التصنيع سيارات مش مواكبه للتكنولوجيا، لكن العيب ان انا استمر فيها. لا، شيري تتطور واصبحت الشركات الاوروبيه والعالميه كلها اصبحت تصنع الحين في الصين. يعني ما فيش، قولي لي البراند دلوقتي حضرتك مش بتصنع في الصين، بالعكس الصين في خلال 20 سنه اللي فاتت وخاصه 10 سنوات الاخرانيين اصبحت هي مصدر للتكنولوجيا. صحيح. وبالحديث عن هذه الامور احنا ذكرت لك على الاكتيكو اللي هو المحرك، لانه هو محرك كان استعمال التكنولوجيا بالدرجه الاولى، وكان في فوائد انه حتى اقتصاديه وبيئيه. طبعا نتحدث عن هذا الموضوع. طبعا حضرتك شوفي احنا نوع الماتور اللي بنشغله او الماكينه اللي بنشتغلها في السيارات بتاعتنا لازم تكون بالمواصفات الخارجيه، المواصفات الخارجيه اللي هي الايرو 4 وما بعد. فدي هي دي اكبر تقنيه فيها بالنسبه. واكو تعاون كان بين شيري واي في ال اللي هو طبعا 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 مش بس دي شركات، جميع الشركات مش عايز اقول اسماء يعني تكنولوجيا، لكن هي فعلا شوف حضرتك السماعات لو تشوف انواع اللي هي السماعات اللي هي العاليه جدا جدا كواليتي عاليه، حتى الكميات، التوزيع، العزل بالظبط، كل ده حضرتك انا بقول لحضرتك مواصفات اوروبيه كامله. الفكره اتغيرت تماما تماما تماما، اصبحت الصين هي اللي بتصدر التكنولوجيا، اصبحت هي اللي بتصدر الكواليتي الاعلى، والدليل على كده السيارات نفسها. يعني حضرتك تشوف يعني ممكن تكون سامع على شيء قديم، لا تعالي حضرتك شوف السياره حاليا دلوقتي يعني هتتاكدي تماما. احنا مو بس قاعد نشوفها، حتى يعني قاعد نشوفها متواجده بالشارع بشكل كبير جدا وانتشار، وهي المستقبل. يعني انا بقول لحضرتك يعني الشيري خاصه لا بتواكب اي شيء جديد، لازم تكون تلاقيها في شيري ان شاء الله الحمد لله. نعم. قبل ما نختم حديثنا مع حضرتك احتاج من عندك نصائح للاشخاص اللي عندهم شركات شيري واللي يريدون ان هم يقتنون او يشترون سياره شيري. اول حاجه طبعا الالتزام بالصيانه بالبرنامج الصيانة. اذا كان حضرتك الورش تقول مثلا بعد 1000 كيلو او بعد 5000 كيلو دي اهم شيء. ثاني شيء استخدام برضو البنزين المحصل اللي احنا بنقول عليه، لان للاسف يعني حضرتك طبعا عارفه الموضوع ان لازم يكون الالتزام بالتعليمات اللي بتكون في دفتر الضمان كامله، هي دي اللي بتساعد على التزامنا مع في الضمان، هي اللي دي بتساعد على ان السياره تظل في جوده عاليه وشغل عالي وتطابق مع الاجواء اللي احنا بنقول لحضرتك عليها موجوده في العراق. نعم. احنا كشركه السراب بتجيب السياره ان شاء الله بتستورد السيارات اللي هي مطابقه لجميع المواصفات العالميه. صراحه إن جهودكم قاعد نشوفها موجوده وتواجدها كذلك، وقاعد نشوف المتانه فعلا مثل ما طبعا. انت ذكرت. شكرا لوجودك مدير العام لشركه السراب الموزع الحصري سيارات شيري في العراق. شكرا جزيلا الاستاذ ميخائيل سمعان ميخائيل. شكرا لك. كل الشكر لحضرتك. شكرا جزيلا. شكرا لك. نعم مشاهدينا احنا باقيين ومكملين وياكم فقراتنا، لكن بعد هذا الفاصل.